اهلا وسهلا فيكم بالقناة. اليوم ما في شيء كثير مهم لنخبركم عنه. مثل ما بتعرفوا الوضع لسه على حاله بألمانيا، كل ما الوضع عم بيزيد سوءا، يعني مثلا وصلوا ل9000. شوفوا الفيديو اللي نزلناه مبارحة، اللي ما شافه يشوفه. واليوم راح نحكي عن الموضوع الجديد، خلونا نشوف مع بعض. ومثل ما بتعرفوا لحد الآن عم يحكوا انه يساعدوا يعني العالم اللي عم تشتغل، العالم اللي قعدت بالبيوت كرمال أولادها. لسه طبعا ما في قرار مثل ما تركناكم من مبارحة، بس لنشوف اليوم إذا لسه راح يحكوا عن هالموضوع. ألمانيا ساكتة وما بيطلع بإيدها تعمل شيء، والأمر كتير صعب. ومثل ما بتعرفوا لحد الآن لسه عم يحكوا كيف بدهم يساعدوا الشراك الصغيرة، الشراك اللي عم تشتغل لحالها، ولسه عم بيحكوا بموضوع يعني، ولسه ما لقوا قرار. يعني بما انه فولكس فاجن رح تسكر وهيك، يعني الامر شوي صعب، بس لحد الان ما في معلومات نعتمد عليها. يعني مثلا مثل الشراك الميديا ماركت، شركة الاوتو هاوس بكيسن، اغلبية الشراك سكروا مثلا، يعني هلق ما عم يستقبلوا زبونات خالص. مثلا في اوتو باس ما عم تستقبل زبونات، لا بيع ولا شريك.